احنا الى متى يا حكومه؟ يعني عادل عبد المهدي واللي قبله واللي قبله جاء نسمع بالقنوات بس. خرج المتظاهرون في مكان فلان، خرج المتظاهرون في السماوة، خرج في الديوانية، خرج. الا اكو قطرة حياء في وجوه المسؤولين الكبار؟ احنا بغض النظر عن مسؤولين السماوة او محافظة المثنى مثل ما يقول. هذول اكلنا وياهم وشربنا وياهم ويعرفون وضعنا، بس هذولك الحاخامات الكبار بالنسبة للحكومة الاتحادية. من عادل عبد المهدي إلى أنزل وزير إلى آخر وزير، البلديات، الإعمار، الرعاية، شنو هيك عن الوزارات كلها؟ يعني أكو ذرة مستحى عندكم ويوم من الأيام مثلا التمست وي المواطن أو وقفت وقفة وي المواطن من تظاهر بأي كائن منطقة بالعراق، يعني مو فقط بالسماوة أو قضاء السوير. إلى متى؟ يعني ما تستحون؟ أنا خايف من مدير الناحية، أنا ما إلى العفا العبد يا مستنى حبس هاي قضاء يجيبها ما زباله بس ان شاء الله ليوم. هاي مظاهرتنا اليوم مطالبنا على الخدمات الناحيه بالنسبه لهاي هاي القضاء وصار قضاء يعني متابعه ولا خدمات بها ابد. زي بالنسبه للموظفين الموجودين كل واحد صار له 15 سنه هنا. نرجو من سياده المحافظ تغيير الوجوه الموجوده في هذه القضاء. ومستشفيهم لا عندنا يعني طوارئ لا عندنا، هذا الشيء جرت نفس البلديه يسوون نفس الشيء. يعني صارت خدمات ماكو ومدارس لا اكو. هاي هسه تقريبا 500 طالب ها مدرسه واحده شوف، ومستشفى لا عندنا وكل اربعه برحله. هاي بالنسبه لذني ومطالبنا بتبديل الموظفين بالقضاء. شاهد الله شهاده كل واحد 10 سنوات و15 سنه. نرجو من سياده المحافظ تغيير الوجوه، والله الى ما تغيرت نطلع بغير طريقه له. نشكر القناه سعيع وحضورها هنا بالشمس مع المتظاهرين. تظاهراتنا اليوم في قضاء السوير محافظة المثنى. قضاء السوير من كوب من الدرجة الأولى، يعني يفتقر إلى أبسط متطلبات الحياة. مستشفى صحي لا يوجد، كهرباء صفر، كهرباء بالنسبة للكهرباء، الكهرباء يعني 10 ساعات يعطونك حصتك من 24 ساعة بس تقول لك ترفيك لايت، يعني ما تتهنى بيها. يعني هن ساعتين حصتك ذني يطير ان ثلاث ارباعهن بس قطوعات ومنتهين من عندنا هذه. بالله ازمه الكهرباء والله لا حياه لمن تنادي. بالنسبه للطرق، بالنسبه لموازنه 2019 صرفوا للقضاء بس مجلس المحافظه اخذ نص صرفيه القضاء. ما ادري شنو السبب، يعني ما تعرف. يعني عندنا بالنسبه هذا طريق الموت اللي احنا نسميه، هذا الطريق صرفوا له من بغداد من هناك من الوزاره والتخطيط 7 مليارات. يعني هنا طيرهن ثلاث ارباعهن مجلس محافظه صرف لنا بس 2,400,000 وما ادري قد ذني الفوق 2,400,000 وقال والله على موازنه 2020. يعني الى متى يعني احنا باقين بهالوضعيه؟ الى متى؟ بالنسبه لمجلس محافظه، مجلس محافظه صوت قبل سنين، يعني بالنسبه للمدير كل مدير يبقى 4 سنوات. يعني احنا ما يصير اللي قاعد عندنا هنا ياخذ له 15 سنه وبعدها مشلب. يعني هذا يعني وين قرارات مجلس محافظه بشكل وقرارات الاحزاب بشكل. ونرجع للسبب الرئيسي، بالنسبه للسبب الرئيسي، السبب الرئيسي الاحزاب. كل مدير دائره تابع لحزب. كل مدير دائره، بالنسبه لهذا مدير الدائره تابع للحزب، صرفيات النثريات كان قضاء وكان محافظه، يعني هاي وين تروح؟ تروح للحزب. بعد وين يقدر يشتغل المدير؟ هاي هم فقرة، احنا مو كله على المدير وعلى شو اسمه، يعني كل النثرية. يعني خلينا نفرض أو بالصحة تعال الحزب الفلاني اللي منصبه يريد الصرفية مال المستشفى كلها، هذا بعد لا يقدر يشتري سونار، لا يقدر يشتري أجهزة، ما يقدر يشتري. يعني حتى سرير مال إسعاف ما يقدر يشتري. وهذا السبب الدمار الرئيسي هو الصحة أخوي، شو اسمه الأحزاب. نسويها قضاء على المواطن تماماً.
يعني العكس ناحية قضاء 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 المواطن، لا كهرباء، خدمات صفر. لا تقول الدولة ما تنطي، الدولة تنطيهم، لكن وين؟ الله أعلم. يعني أبسط المثال مجاري من 79 89 نراجع الوصولات ونشوف القساحبين بوريات وخدمات للناحية نشوفها موجودة وهي صفر. سيارة واحدة ماطور بها ويرشون، تقول بالسودان دارفور، دارفور السودانيين. شوفوا 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 الخدمات صارت عندهم وحسب عندهم، واحنا بلد البترول. انا بالنسبه لي احكي وياك انا منتسب وداوم بالغربيه، يعني هضيمه منزل منزل مجاز واشوف منطقتي وعشائري اشوف الوضعيه. ليش هم احسن عندنا؟ انا منطيهم دمي، لكن هم خدمات عندهم كهرباء، عندهم الوطني وعندهم الحرج وعندهم الذهبي. يعني سلك بينقطع 10 دقائق يجون يترخصون من القوات الامنيه، من رخصتهم 10 دقائق، ما يكمل 10 دقائق يكمل سلك. واحنا هنا 10 ايام تقدر تشوفه بعينك. 10 ايام مسوينا امبيريه، ساعتين بساعتين. والواسطه يخلوا له نص ساعه، ثلاث اربع ساعه زياده. انت سويتها ساعتين بساعتين لكن سويها عداله. امانه. انت ابوك براحتك لكن اعطينا اعطينا حقنا. يعني ماكو. بكل الحالات صفر. كل الحالة صفر. مستوصف مستوصف بس ساعة مستوصف بس ساعة بالتسعة بالتسعة ونص زين براسي تول. يعني شو صفر لك الحالة، لكن إن شاء الله يصير لها حل، إن شاء الله يصير لها حل. مدينة دافعين إني مضخة مال ماي فاتورته 15 مليون راصدين على الدائرة مال الماي، وزعوا علينا 500 500 على البيت، ودونا ودونا فاتورات ب 500,000 500,000 ما يشط، يعني لا اساله ما يشط، بس دافعينها بالحنثيات ومدينا لنا كاتبين عليه اساله ما حلو ومدينا للحاكم، والحاكم يشتهي علينا ومدينا قبض علينا. شنو السبب ما نعرف، والماي مالح. لو طلعون كشف هسه وطلعون صحه وشوف نطلع ويانا هسه ونشوف. واحنا نطالب من الحكومة، الحكومة لو تتنظم مثل تنظيم الكهرباء ساعتين بساعتين همشي صارنا بخير بنعمة. السوير بيها شهادات وبيها كفاءات وبيها ناس تخاف الله وبيها ناس تريد تخدم، واحنا نقول له السيد مدير ناحية نقول له انت هم تعبت تعبت، يعني صار لك 15 سنة احنا نريدك ترتاح. ارتاح يا اخي، حتى 15 سنة تقدر الدولة توفر لك تقاعد وتقدر توفر لك اي شيء. تقدرون هسه جنابكم تقدرون تروحون توصلون للمستوصف الموجود عندنا، المستوصف مقامية السوير، مستوصف الموجود به هو مضمد فقط، لا صيدلي ولا دكتور ولا طوارئ ولا عيش، وموظفين يمكن حوالي بالعشرين موظف، والشخص اللي يدير المستوصف قائم مقامية السوير، قائم مقامية السوير اللي يديره مضمد نهائيا، ما حتى المراجعين صارت ما حد يروح له. الخدمات تعبانة، خدمات صفر هنا موجودة عندنا. رأس السلطة هو مدير ناحية، مدير ناحية إذا كان متابع جيد يقدر يتابع ويقدر يخلي إيده على كل ثغرة موجودة بالقائم مقامية. فنطالبهم بالأخوة أنه يساعدون هالناس المساكين هاي وهالناس الفقراء. قضاء السوير قضاء تابع لمحافظة المثنى، تنعد فيه أي خدمة موجودة، أي خدمات موجودة فيه. أبسط شيء عندنا هنا مستوصف ما بي سيارة إسعاف، إذا صارت يعني حالة طوارئ ماكو سيارة تودي للمستشفى العام مال المحافظة مال المثنى، وهذا نطالب به. خدمات موجودة، ما شفت بالمحافظة مال القضاء مال السوير، بس مجرد هاي الحديقة موجودة بس من هنا لهنا هاي مسوينها بس. شارع ماكو، مستشفى ماكو، زراعة ماكو، كل شيء ما موجود هنا، أي خدمات ما موجودة. أما الكهرباء فالكهرباء حدث ولا حرج. احنا نطالب باستقالة القيم مقام هذا، لأنه لا فائد المنطقة ولا فائد الناس. ناس هسه حاليا حاليا ناس ما عندها إمكانية ولا عندها حتى معيشتها صعبة، عرف شلون؟ وهو 24 ساعة يفتر على تشييل المناطق، هاي الناس اللي ساكنه بهاي المنطقه تشوفونها انتم، مو يعني بعيده، عرفت شلون؟ بيها اكثرها عندها طابو، طابو زراعي، عرفت شلون؟ وصفرها وسواها رجعها للبلديه بدون تعويض للمناطق هذه.
عرفت شلون؟ احنا هسه هذه المنطقه مهمله هاي الناحيه، سابقا الناحيه حاليا هسه قضاء صارت مهمله، لا مستشفي لا طريق لا تشوفون هذه الفلكه هاي ماكو اللي موجوده هسه تشوفونها هاي فلكه مال الزعاطيط مو مالت اي من يقبلها؟ يقبلها قانون المرور هذا؟ هاي واحد. اثنين احنا نطالب تغييرهم اثنينهم مدير البلديه والقيم مقام، عرفت شلون؟ هذول ما فايدين المنطقه بل صاروا يعني عبء على المنطقه مو كانه فات، عرفت شلون؟ وهم ما ادري احنا شو نقول عنهم، هم ابناء المنطقه لازم بالعكس يفيدون المنطقه، احنا ما نقول لهم اخترقوا القانون، لا احنا ضمن القانون لكن بس يفيدون المنطقه بالقانون مو اريدهم احنا جاي من القانون، عرفت شلون؟ وهات تشوفون هاي المنطقه هذا قضاء لا بطرق لا بمستشفي لا بطوارئ لا كل شيء ماكو، لا اسعاف لا اي خدمات ماكو، مجرد هم هسه همهم انهم تشيل الناس اللي ساكنه البسطاء اللي ما عندها امكانيه ما عندها اي امكانيه هذه، واحنا نطالب الجهات هذه ونطالب المحافظ ان يدخل بالموضوع هذا، والمحافظ هذا عنده علم بقضيتنا وقضيه المنطقه هذه اللي قاعدين يلعبون بها بدون نظام، يعني لا منظمينها لا المنطقه هاي مأذينها اكثر من اللازم، عرفت شلون؟ واحنا نريد هذا الصوت نوصله للمحافظ ان يتدخل بها، واحنا المحافظ هذا شفنا عمله وشفنا جهده البذله للمنطقه وغيرها، وانسان اشتغل للمنطقه، بس احنا ما جاينا ولا مثلا وشاف وضعنا وشاف معاناه الناس هسه هاي الموجوده هاي اللي ساكنه سقف البيوت خشب